بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن محو الأمية. صناع الحياة شغالين في موضوع محو الأمية واشتغلوا فيه بجهد كبير و لكن القصة اللي أنا هحكيها دي هم ما يعرفوهاش، وهي جات لي في البريد اللي جاي لي من الناس اللي بتبعت لبسمة أمل القصص بتاعتهم. هو بيقول هو كان ولد في الأرياف يعيش في قرية من قرى الصعيد. العيلة كلها والأعمام وولاد الأعمام مش متعلمين، ما بيقروش ولا بيكتبوا، وهو يعني نفسه يتعلم. فراح لأبوه وقال له أنا عايزك تدفع لي مصاريف الدراسة. القصة دي قديمة، قبل صناع الحياة وقبل ما بنتكلم يعني قصة قديمة. أنا عايزك تدفع لي فلوس المدرسة. أبوه تاجر بس أمي لا يقرأ ولا يكتب. فأبوه قال له أنت عايز كم مصاريف المدرسة؟ قال له عايزة 5 قروش في وقتهم، يعني بس 5 قروش أدفع المصاريف. فأبوه قال له إن شاء الله، بس تعالى معايا بكرة المدينة، تعالى معايا البندر، هما في قرية. فراح مع ابنه البندر أكله، أبوه يعني عزمه على الأكل، يعني أكله تمام كباب وحاجة زي كده وفسحه وبسطه على الآخر. وبعدين أبوه في آخر اليوم قال له أنت عارف أنا صرفت عليك النهاردة كام؟ قال له صرفت عليا كام؟ قال له صرفت عليك مش 5 قروش، صرفت عليك فوق 50 قرش. يا حبيبي لو عايز تاخد زي دول كل يوم ما تتعلمش، تنزل تشتغل في السوق وتسيبك من العلام زي اخواتك الاتنين اللي اكبر منك. تخيلوا، خد بعضه ورجع البيت وبيقول قعدت احسبها صح ولا لا. طب انا لو فضلت اعمل كده لما اكبر هبقى ايه؟ هبقى زي ابويا بحبه وكل حاجه، بس انا عايز ابقى مؤثر اكتر من كده، انا لازم هتعلم. فابوه قال له هتتعلم، مالكش عندي غير 5 قروش. اخواته بياخدوا بال50 قرش ومتنغنغين، وهو 5 قروش وتعلم. بس ما قدرش بعد ما خلص ثانوي يخش الجامعه، وما قدرش حتى يعني يا دوب ثانوي بس متعلم. كانت النتيجه ان بعد سنين قليله بقى هو كبير العيله، مش ابوه ولا اخواته التانيين، رغم ان معاهم فلوس، بس البلد كلها اللي مش متعلمة بقت تحترمه. ليه؟ لأنه متعلم، وياخدوا رأيه لأن هم يثقوا في رأيه. ودارت الأيام والراجل ده اتجوز وخلف ولد أصر أنه يتعلم، واللي بعت لي القصة هو الشاب ده، ابن الراجل اللي يدوب عمل نص تعليم اللي جده ما كانش متعلم خالص. الشاب ده دخل وبقى دكتور، وبقت القرية كلها بتحترمه هو وابوه، وحطهم فوق وبقوا هم أكبر ناس في القرية بالعلم والتعليم. هو بيحكي وبيقول أنا بعت لك الرسالة دي عشان أقول لك إن بعد اللي أنا عملته دون وبقت كل القرية بتحترمنا، وتشوف إن بسبب العلم إحنا بقينا فوق قد إيه، جم صناع الحياة للقرية وجم عايزين يعملوا محو أمية، وكل عمامي وولاد عمامي والعيال الصغيرة بسبب إن أنا نجحت في حياتي وبسبب إصرار أبويا على ال5 ساغ بس يتعلم، جريوا كلهم على صناع الحياة. ويمكن صناع الحياة ما يعرفوش القصة دي، في قرية من قرى الصعيد عايزين يتعلم، وتعلم ولاد عمامي بسبب إنهم شافوا قدوة قدامهم اللي هو أنا، وبسبب صناع الحياة اللي ما قعدوش بهوات لكن نزلوا وشمروا ونزلوا للقرى وراحوا للناس عايزين يعلموهم. حاجة جميلة مش كده؟ بسمة أمل للعلم، بسمة أمل لصناع الحياة، شكراً. بسمة أمل لعيلة كانت أمية وتعلمت فتنورت. يا ريت كل واحد قدامه حد ما بيعرفش يقرأ ويكتب يا يعلمه يا يروح لصناع الحياة يساعدوه على التعليم. شكراً والسلام عليكم. بسمة أمل.